الكريسماس داخل علينا ونيو ييرز، فانا قلت اعمل لكم برضو حاجه مشويه، بس نعملها على شجر الكريسماس بس بالفراخ. فالشجره دي هنعملها بفراخ مشويه. الفراخ دي انا متبلاها بملح وفلفل وليمون وزعتر وبصل بس كده. فهستخدم لشجره الكريسماس دجاجه مخليه اللي هي دي مشويه في الفرن، او مثلا لو في بواقي فراخ عندنا في التلاجة ممكن نستخدمها برضو عادي، لو حتى بتتبيلة تانية. مهم ما تبقاش فيها تتبيلة، يعني مثلا بصوص معين طعمه جامد شوية، او مثلا حاطين روزماري كتير، لازم بس تبقى فراخ هادية شوية. لو مسلوقة كمان تنفع. وهتبلها بملح وفلفل وليمون وبودرة بصل وزعتر، وندخلها الفرن وتطلع تبرد، او لو متبقية المهم تبقى ساقعة. فدلوقتي اقطعها معاكم ونعمل بقى المكونات بتاعة السلطة. هستخدم للسلطة بصل وشبت وفلفل أخضر ومايونيز وماسترد ودول اللي هيدوني السمك اللي هطلع بيه بالشجرة، وبودرة التوم وملح وفلفل وفلفل رومي. للتزيين هستخدم مكسرات وشبت وفلفل ألوان ورمان ونعناع. عندي دلوقتي أول حاجة هعملها إن أنا هاخد الفراخ، زي ما قلت لكم فراخ مخلية، انا ليه بعملها كده؟ عشان انا عايزاها في الاخر تعمل معايا السمك وهي بتطلع، فمهم ان انا افتفتها شويه، ما تبقاش قطع كبيره فما تتفتفتش فما تعملش سمك مع الصوصز اللي هحطها. حطينا الفراخ في طبق كبير هعمل بيه مكونات الشجره دلوقتي، وعندي الورق الاسترتش بتاعي اللي هيخليني اطلع الشجره. هحاول نطلعها بارتفاع كويس ان شاء الله. احط شويه من البصل، بصل فريش بقى، مفيش اي حاجه متشوحه، يعني احنا بس هي فراخ جريلد وكل الخضار بقى فريش. الشبت عايزاه كله علشان يدي سمك حلو، وعايزه الفلفل الاحمر تدي لون حلو. الالوان دي الوان كريسمس جدا، ندي اكتر وقت في السنه بحبه وقت الكريسمس. بحب حتى يعني اني حكاوي المشاوي ما لقيتش حاجه مشويه تعملها ليها علاقه بالكريسمس، فقلت دي يعني وصفه حلوه. هاخد جزء من مايونيز وهخلي الجزء التاني جنبي كده، لو احتجت هزود عشان اشوف بس الفراخ، انا مش عايزاه يبقى الصوص اكتر من سمك الفراخ. نحط شوية ملح. دلوقتي بقى هقلب كله كده مع بعض. شوية تاني من المايونيز، ممكن ياخد شوية تاني من الماسترد، وياخد شوية مكسرات بسيطة. انتوا فاهمين ان احنا عايزين نوصل بس ان هي تبقى سميكة، يعني يبقى خليط سميك علشان يرضى يعمل سمك معايا. لو الصوص زاد اكتر من سمك الفراخ والمكسرات والخضار هنيجي نطلعها مش هتطلع معانا. احط المقدار ده كله في النص كده، انزل المقدار بتاع الفراخ متقلبه بالخضار في النص كده، وهعمل اللي انا هطلع بيها بالطول. احنا عملنا القاعدة بتاعتها ودلوقتي هنطلعها ازاي؟ دلوقتي انا عملت الارض بتاعت الشجر، هقعد دلوقتي اعمل الارتفاع معاكم. لو حسينا ان احنا عايزين نقفلها اكتر من اي جهة نزود عادي الاسترتش، مهم ان هي كلها تبقى متقفلة عشان لما نطلع بيها تطلع صح. بس كده. وبعدين بندخلها الفريزر تقعد ساعة تجمد شوية، وبعدين نطلعها عشان نزينها مع بعض بالمكسرات. طبعا دي ما دخلتش الفريزر فهي لسه مش ماسكة نفسها، بس ممكن في النص نطلعها، نطلع السمك بتاعها شوية لفوق، وبعدين ندخلها تكمل ان هي تبقى اسمك من كده. نعمل كده بعد ما نطلعها شوية من فوق في نص المدة عشان تبقى ماسكة نفسها، ما تضايقكمش وانتوا بتزينوا.
هحاول بس نقطعها بالراحة كده. دلوقتي عندي مكسرات وعندي رمان وعندي نعناع وعندي شبت وعندي فلفل ألوان، وابتدي أزين بالمكسرات كده الأول. ممكن دلوقتي زي ما قلتلكم وهي متجمدة نقدر نظبط سمكها وطولها أكتر من وهي لسه بنشكلها. عايزة أخد أعمل نجمة. بقول لكم الوصفة دي وصفة ممكن تخلوا الأطفال ساعدكم فيها يتبسطوا قوي. ده ملاك المفروض. شوف أعمل وردة أو شجرة. وآخر شكل أعمله معاكم هعمل اللون الأصفر الشجرة. والنعناع كده في الأرضية. احنا عايزين نحس بالكريسماس في السلطة دي. النعناع بيدي لون أخضر تقيل مميز، هو أنسب حاجة نعملها أرضية للشجرة دي. دلوقتي ابتدي ارش تاني شوية مكسرات عليه كده.